السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية طيبة لكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من صحتك في الحج. لا تدخر المملكة العربية السعودية وسعها في توفير كل ما ييسر على ضيوف الرحمن، وقد عملت وزارة الحج وجميع قطاعات الدولة على توفير سبل التقنية وإحلال الذكاء الاصطناعي لخدمة الحاج هذا العام عبر عدة تقنيات تساعد على تسهيل سير المناسك وتحافظ على صحة وسلامة الحجاج من العدوى أو أي مشكلات أخرى قد تواجههم. هذا الأمر الذي لمسه ضيوف الرحمن منذ بداية وصولهم إلى المملكة. نواصل معكم مشاهدي الكرام في حلقة اليوم لقاءاتنا الطبية التي تأتيكم على الهواء مباشرة من استديوهاتنا في جدة. أهلا بكم. أهلا بعودتكم مشاهدينا. هذه الأيام يمكن إجراء مجموعة كاملة من الخدمات الطبية من التطبيقات المتخصصة، فهناك تطبيقات مثلا لأصحاب الأمراض المزمنة، وهناك تطبيقات تتبع لياقتك وصحتك العامة وتحسن من جودة حياة الإنسان. هناك أيضا تطبيقات قد تحذرنا وتعطينا إنذارا بأن هناك خطأ ما قد ارتكبناه وقد يؤثر على صحتنا بالسلب. هناك الكثير من التطبيقات التي لها تأثير مباشر على حياتنا، ربما قد يمكنها أن تنقذ حياتنا. للحديث مشاهدينا حول هذا الموضوع والاستفادة من التقنية والتطبيقات الطبية في الحج، يسعدنا أن يكون معنا الآن في الاستوديو الأستاذ محمد عبد الستار، استشاري التقنية والبرامج الطبية بالمستشفيات والمراكز الطبية. أهلا ومرحبا بك أستاذ محمد. أهلا وسهلا بحضرتك. حياك الله أستاذ محمد. يعني تحدثنا عن التقنيات وعن التطبيقات. هذا الجهاز الذي نحمله جميعا في أيدينا لديه أو يوجد عليه عدد كبير من التطبيقات، بعض هذه التطبيقات تطبيقات طبية لها علاقة مباشرة بحياتنا أو بصحتنا، هل يمكن لهذا الجهاز الذي نحمله في أيدينا أن ينقذ حياتنا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا هو جهاز دوت بيحتوي على جميع بياناتك الشخصية. تمام. في الفترة الأخيرة تم الاعتماد على البرامج بشكل ملحوظ. فأصبح في برامج قد تساعد في التشخيص الدقيق والسريع لحالات المرضى، وخاصة في الأماكن التي لا تكون متوفر فيها قطاع صحي بشكل كبير، زي التجمعات، زي الحج، زي الأماكن اللي هي ما بيبقاش المستشفيات فيها كتير. نعم. فبالتالي بتبقى في الحالات الإنكيس بتبقى أنت عايزة معلومات عن المريض سريعة. هذا التطبيقات الموثوقة والموثقة هي التي تستطيع أن تساعد في إنقاذ حياة المريض. على سبيل المثال الناس اللي بيبقى عندهم مثلا حساسيه من بعض البنسلين، تيتانوس، اي حاجه، لما بيحصل لهم حادث لا قدر الله، هذه التطبيقات اللي طلع عليها تقدر تحدد لك ما هي الحساسيه اللي عندك، او عندك امراض لا قدر الله، حد عنده مرض معين بياخد ادويه، الادويه تتعرض في حالات امرجنسي لازم تتخذي طرق او اجراءات معينه تتناسب مع حاله المريض، خاصه ان هو كرونيك في حاجه معينه. من ضمن الحاجات اللي مثلا بقت متوفره دلوقتي تطبيق زي صحتي. نعم. ده تطبيق حكومي مجاني، يوميا بيديلك بيقولك ايه علاماتك الحيويه، ايه الحساسيه اللي عندك، اصبح عندك ملف طبي كامل معاك. كثير من الناس للاسف استاذ محمد ما يهتم بالتطبيق، يعني انا عندي على جوالي فعلا لاحظت ان التطبيق يطلب مني اني اعطي بعض المعلومات، او هو يبغى يعرف ايش انا مثلا فصيله دمي، مستوى ضغط الدم عندي، الاشياء هذه كلها. البعض يمكن ما يدرك اهميه اني احتفظ بهذه المعلومات على هذا الجهاز، لانه ممكن فعلا في لحظه من اللحظات يحتاجها فريق الانقاذ الطبي عشان ينقذ حياتي. ده صحيح. سنه 1436 قررت المملكه العربيه السعوديه إنشاء الملف الطبي الموحد. يا سلام. تعاونت مع جهات عديدة، وزارة الصحة، إدارة الحرس الوطني للشؤون الإدارة الصحية، قوى الأمن، الهلال الأحمر، فأصبح هناك توجه للملف الطبي الموحد من خلال تطبيقات الخاصة بوزارة الصحة. نعم. النهاردة التطبيق اللي هو صحتي دوت مثلا كمثال، ده تطبيق مرتبط بوزارة الصحة. طيب الناس اللي ما عندهاش، يعني مثلا ما بتهتمش قوي بالتسجيل كده، الناس اللي بتروح مستشفيات عندها ملف طبي على التطبيق الخاص بالمستشفى، الناس اللي هي بتبقى ما عندها بتسافر كتير
بتبقى عندها في تطبيقات بتبقى معاك الملف الطبي بتاعك داونلود لكل داتا تحاليلك اشعاعاتك ادويتك بروتوكول الدواء التشخيص الدياجنوسيس كل الكلام ده كله. هو الحقيقه بدون قطع كلامك استاذ محمد يعني تطبيق صحتي هو نقطه او خطوه في مجال التقنيه تحسب للمملكه حقيقه. يمكن المملكه من اوائل دول العالم اللي استخدمت التطبيقات هذه وفعلتها في وقت كورونا وبالتالي استفدنا منها جميعا. يعني يمكن التطبيق صحتي داخل المملكه لكن هناك ربما تطبيقات اخرى في دول اخرى في العالم، لكن الحمد لله احنا موجود عندنا تطبيق مجاني موثوق فيه على درجه عاليه جدا من الدقه ومن الموثوقيه، وفي نفس الوقت كمان اقدر استخدمه في اي مكان داخل المملكه، اي تحركات لي انا معايا ملف الطبي موجود في جهازي. تمام مزبوط. برضو بيكمل تطبيق صحتي تطبيق توكلنا. تطبيق توكلنا ليه شقين، الشق الاولاني اللي هو خاص بان انت ملفك الطبي برضو معاك. الشق الثاني اللي هو تباعد، بيقدر يحددك لا قدر الله في حد عنده، طبعا هو استخدم بصفه اساسيه في كورونا. ولكن لو هو عنده مرض معدي تمام بيحدد لك لو هو ماشي، لان هو بيعتمد على الجي بي اس بجانب المعلومه الموجوده فيه، فالموبايل مفتوح والجي بي اس شغال اللي هو تحديد نظام تحديد هيحميك هيحميكي ويعرفك اراوند يو مين عنده ايه. فمثلا دي الحاجات الرائده في المملكه العربيه السعوديه وفعلا يعني موثوق فيها وموثقه ولا يمثل يعني لا يمثلها اي تطبيقات على مستوى العالم. تمام في الحقيقه خاصه انها كمان ابديتد بجانب التطبيقات اللي هي متوفره زي ما قلت لحضرتك سواء من المستشفيات او المراكز الطبيه اللي هي بتبقى قوه البرنامج من قوه المستشفى، يعني دقته من دقه المستشفى. هذه نقطة ثانية يعني احنا بدينا نتكلم على بعض المراكز الطبية، برضو احنا بنتكلم عن المراكز اللي داخل المملكة هنا. مزبوط. قد يكون في مراكز طبية أو مستشفيات في دول أخرى أو في مناطق أخرى في العالم بتنفذ أو بتستخدم هذه التقنيات، لكن حاليا احنا بنتكلم على محيطنا احنا هنا داخل السعودية. مزبوط. هو فكرة برضو إيه الفايدة في ده؟ حضرتك لا قدر الله في أي مكان احنا الإسعاف جات لا قدر الله المريض عايزين نعرف عنده إيه؟ او تشخيصه ايه، ممكن يكون عنده كوما يعني سكر هيعرفوه من الاسيتون ريحه الاسيتون او الحاجات التشخيصيه اللي انا دخل فيها، لكن لو هو قدر يطلع على الملف هيوفر وقت وسيف لايف بشكل كبير، فبالتالي اصبح الجهاز ده يساهم في انقاذ حياتنا ويسهل الحصول على خدمه افضل في وقت اسرع ويساعد الطبيب المعالج انه يشخص الحاله ويعطي الدواء الصحيح في باسرع وقت ممكن. بالتاكيد في برامج اخرى بتقدر تحدد لك كمان إيه الدواء ده بتاع المريض دوت، انتبه ده عنده كذا، لو هو دخل عليه عنده بياخد دواء ده دراج انتراكشنز. فالبرامج ديت بتبقى فعاله بشكل اخر، مفيده للدكتور ومفيدة للمريض. أكيد طبعا الطبيب يحتاج أن هو يعرف بسرعة تشخيص الحالة اللي عنده علشان يعطي العلاج الصحيح في أسرع وقت. في الإمرجنسي. في حالات الطارئة. طيب إحنا الآن في فترة الحج، كيف ممكن تساهم هذه التطبيقات أستاذ محمد وتساعد الحجاج أثناء تأدية المناسك؟ في كذا تطبيق يعني من ضمن التطبيقات اللي هي مثلا في تطبيقات معتمدة بتقيس العلامات الحيوية معتمدة عالمية. تمام نسبة دقتها 70%. تمام ايوه بتقيس ضربات القلب الضغط درجة الحرارة. تمام فلا قدر الله لما بيبقى وانت يعني في الزحام ولا الكلام ده بتقدري تعرفي علامات الحيوية، طبعا بتبقى عن طريق الساعة الذكية. دقيقة هذه يا استاذ محمد يعني في بعض الناس يشككوا في دقتها او في انه هي فعلا ممكن تعطي مؤشرات حقيقية عن الحالة. في جزئين شقين للموضوع اللي هو البرامج. الشق الاولاني ان ساعات معترف بيها من منظمه الغذاء والدواء في امريكا، فاصبحت هذه الساعات او الاجهزه دي معتمده. تمام. ومعتمد نسبه دقتها تصل ل 70%. ولكن ان ما بتصلش ال 100% ليه؟ لان احنا لو قلنا وصلت 100% اصبحنا بنستغنى عن الاجهزه المساعده. فدي بالنسبه للاجهزه الساعات الذكيه، لكن في اجهزه اخرى دقيقه بنسبه 100% اللي هي السبورت لايف او الميديكال سبورت
اللي بتبقى بتصرف تعطي دعم طبي او دعم بتبقى بتصرف من المستشفيات للمرضى خاصه بعد العمليات او بعد التنويم. يعني حضرتك تقصد انه المرضى اللي يحتاجوا متابعه طبيه بعد العمليات الجراحيه تمام. في تطبيقات معينه المريض يحمل التطبيق هذا معاه او اسواره مثلا يلبسها او ساعه تعطي او تتابع مؤشراته الحيويه بعد العمليه، وتروح هذه المؤشرات لمركز الطبي اللي هو بيتعالج فيه. مظبوط، بس احنا بنتكلم في الجزء الاولاني اللي هو في الحج. نعم. هيساعدني في ايه؟ بيساعدني كالاتي، ان انت لا قدر الله محتاجه رعايه مثلا كوما لمرض كرونيك، بيبقى التطبيق يعني المرض مزمن. المرض مزمن سوري، مرض مزمن، فبالتالي المرض المزمن ده بدل ما ممكن يكون حاجة على قد حاله ما بيعرفش يعبر، ما بيعرفش التعبيرات الطبية، يفتح الملف بتاعه الطبي سواء من زي ما قلت حضرتك من صحتي او من المستشفى او الكلام ده، يفتحه يقدمه. في نفس الوقت التطبيقات ديت زي توكلنا والكلام ده بقت بتساعد الجهات الامنيه انها تعرف حالات الزحام، لان برضو الجي بي اس موجود فيه، فاصبح ده التطبيق ده اصبح مهم من غير ما تنزل للتفويج الازدحام والحشود. بيقدر يعرف يعرف قدامه من برنامج نازل عندك اوتوماتيك اسمه توكلنا، فده جزء. اما بالنسبه للاجهزه اللي بتقدمها المستشفيات، الاجهزه دي بتبقى ليها كريتيريا معينه في الشغل، لها معايير معينه او معايير معينه. ايه هي؟ مثلا لا قدر الله حد عامل عمليه قلب او عمليه او عنده مشكله في الرئه، عنده انسولين بياخد انسولين في الدم، او عنده محتاج مراقبه، بيتصرف له الجهاز ده، بيتصرف له جهاز السبورت ميديكال سبورت ده، بيراقبه الدعم الطبي الدعم الطبي بيراقبه، وفي نفس الوقت بيدي انذار للمستشفى لحاله البانيك او في مستشفيات هنا مطبقه في المملكه العربيه السعوديه. نعم. وفي شركات في المملكه العربيه السعوديه رائده على مستوى العالم تطبقها. ممتاز. تمام. يعني حالتك تتابع 24 ساعه وبارعين. اي مكان في العالم ودقتها لا تقل عن 100% ان شاء الله. ممتاز. حقيقه يعني احنا بالفعل المملكه قطعت شوط كبير جدا في مجال التقنية، وكثير من المراكز الطبية والمستشفيات فعلا يعني استطاعت أنها تطبق التقنية بما يفيد الإنسان، وفعلا استطاعت المملكة وفق رؤية وطنية طموحة أن تسابق الخطى في تنفيذ المشروعات وتحقيق المنجزات خاصة في قطاع الحج والعمرة. لنرى هذه المبادرات والمشاريع نحن نراها الآن على أرض الواقع قبل حلول موعدها. نتابع معكم مشاهدي الكرام هذا التقرير الذي أعدته لنا الزميلة خديجة شاكر. بخطوات متسارعة استطاعت المملكة في قطاع الحج والعمرة تحت مظلة خدمة ضيوف الرحمن تنفيذ المشروعات وتحقيق المنجزات التي عنيت بتهيئة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، وصولاً إلى تطويع التقنية لخدمة الحاج قبل وصوله للديار المقدسة، مروراً بمحطات التنقل في المشاعر وأداء النسك وفق الإجراءات الاحترازية، لينتهي به المطاف قبيل المغادرة الآمنة لاكتشاف معالم المملكة ومدنها وفق رؤية وطنية كانت بمثابة خارطة طريق. تضافرت الجهود عبر مراحل عدة لترى النور وتصبح واقعاً ملموساً قبل حلول عام 1451 الموعد المقرر لها. لقناة إقرأ خديجة شاكر. أهلا بعودتكم من جديد مشاهدي الكرام. حقيقة يعني هذه الرؤية ربما كانت وضعت لنراها على بعد سنوات، بعد عدة سنوات، لكن بفضل الله تعالى بفضل جهود المملكة وكافة قطاعاتها، وزارة الحج ووزارة الصحة والقطاعات الأخرى المعنية، نحن نرى هذا الحلم أو هذه الرؤية واقعا الآن أمام أعيننا ونلمسه بأيدينا، والجميع يستشعر يعني أهمية التقنية وهذه الميزات التي تقدمها لنا للحفاظ على حياتنا وعلى صحتنا. أعود لضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد عبد الستار. أستاذ محمد، على الجانب الآخر هناك الكثير من التطبيقات والبرامج الطبية اللي موجودة الآن حاليا، العالم يضج بها، هل أبحث عن التطبيق بنفسي الذي يمكن أن يساعدني على متابعة حالتي الصحية؟ أعتقد أنه مفترض أن ما تبحثيش عن تطبيق، لأن في مشكلة في البحث عن تطبيق. نعم. في تطبيقات بتقول لك بتديله الأعراض وبيقول لك التشخيص إيه هو والدواء المقترح إيه هو. نعم. وكده هو مفترض أنه بيعتقد أنه يستغنى عن الطبيب، ولكن هذه التشخيصات
وهذه البرامج ما بتبقاش دقيقة بنسبة عالية جدا، ولا يعتمد عليها لأن فيه أمور أخرى زي نتائج تحاليل أشعة مور انفستيجيشن يعني محتاجين تأكد أكتر عشان نتأكد من التشخيص، وخاصة التشخيصات بتبقى متشابهة. فبالتالي أنا هبحث عن تطبيق، أبحث عن تطبيق مش عشان صحتي أساعي مساعد لي، ممكن أبحث عن تطبيق لمعيد الدواء، ممكن أبحث عن تطبيق لقياس الحيوية لو كان عندي السمارت ووتش يعملي تحليل لي الساعه الذكيه. يعني حيويه حضرتك تقصد هنا مؤشرات الحياه مثلا الضغط، ضغط القلب، ضغط السكر، يعني في اجهزه سكر ودقتها معقوله، يعني تعطي فعلا مؤشر بتديكي 70%. احنا قلنا حضرتك ما فيش حاجه بتوصل لفوق 90% الا اللي معتمده من المستشفيات. لكن الحاجات الفري او اللي موجوده على النت لا، دي حضرتك ما بتبقاش بنسبه كبيره سليمه. فبالتالي انا ببحث على حاجه تضرني، لكن ممكن الأطباء بيبحثوا عن حاجة تساعدهم. زي يعني في برامج الأطباء بتساعدهم في أنها تقرب له التشخيص، تقرب له الانفستيجيشن، يعني يطلب إيه، بتقرب له الأسماء الدواء بالمادة العلمية، وفي نفس الوقت بتدي له الدراج أو تعرض الأدوية. يعني لو أحيانا يكون في دواء بيتعارض مع دواء آخر، أو دواء بيتعارض مع نوع معين من الأطعمة، أو دواء بيتعارض مع حالة المريض نفسه. في تطبيقات بتساعدك كدكتور أو باحث في مجال الطب أو ممرض، وتقلل من نسبة الخطأ الطبي، بتقلل وبتزيد معرفتك، لأن كل مرة بتخشي بتدي لك معلومة جديدة. في برضو برامج تانية طبية بتساعد اللي هم الأطباء أكثر منهم المريض، زي برامج التشخيص العالمي الاي سي دي كود، ده موجود منه وبحر كبير. فبالتالي الدكاتره، مش كل الدكاتره حافظ كل التشخيصات، لكن في ثانيه يخش على التطبيق يكتب يقدر يعرف. هذا الذكاء الاصطناعي. ايه اللي يفيد بقى المريض اكتر؟ ايه هو؟ انا هعرف ايش اللي يفيد المريض اكتر يا استاذ محمد، ولكن بعد هذا الفاصل نعود لنعرف ما الذي يفيد المريض تحديدا في هذه التطبيقات الطبيه. بعودتكم من جديد مشاهدي الكرام، ونعود مرة أخرى لضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد عبد الستار. أستاذ محمد، كان إجابة السؤال كيف يستفيد الإنسان من هذه التطبيقات ومن التقنية بشكل عام؟ تمام. أول حاجة لازم المريض أو الشخص اللي عنده التطبيق ده يكون تابع المستشفى، لازم يكون متابع مع المستشفى ويهتم بأنه هو يبقى يجري فحصاته بشكل دوري. في نفس المكان، ما يبقاش مشتت لأكثر من مكان. في نفس الوقت إذا كان عنده برنامج صحتي او بيستخدمه، لازم يعمل البيانات بتاعته بشكل دوري، تمام، عشان يبقى عنده ملف طبي تاني في حال ان هو حب يستخدمه في حالات طارئه لا قدر الله. الحاجه الاهم من كده، ما يبحث عن برامج، تمام، تشتته ويبقى تعلمه التشخيص وفي ان هو في اعتقاده انه ده هيخليه يستغنى عن الطبيب او يستغنى عن الكلام ده. لا حضرتك، مازال هذه البرامج تثقيفيه اكثر منها برامج تشخيصية فعلية، لا تغني عن استشارة الطبيب. هي مجرد تثقيف أو مساعد، يعني شيء مساعد بس لنا، ممكن يعطينا مؤشر، يعطينا معلومة، يعطينا إنذار بسيط أنه في مشكلة أو خلل. لكن الحالات المزمنة أو الحالات الخطيرة أو الإنسان لما يشعر بتعب لازم يلجأ إلى الاستشارة الطبية. صحيح. ممتاز. ده الجزء الأخير اللي هو لازم يكون دايما عنده برنامج للكشف أونلاين، اللي هو الكشوفات اللي هي تقدرش يروح المستشفى، يكون عنده برنامج على الموبايل بتاعه لحالة انه لا قدر الله تعبان مش قادر ينزل، يقدر يعمل حجز مع اي طبيب هو قد يعرفه في داخل مدينته وخارج مدينته عن طريق اونلاين بالكاميرا، وبيقدر يتواصل مع الطبيب من هنا لما يبقى عنده كامل عيادته معاه في موبايله. ونتمنى السلامة للجميع والشفاء يا رب. طيب احنا حبينا نشوف كيف الناس بتتعامل مع هذه التطبيقات الذكية. هل بالفعل الناس بتثق فيها؟ هل بتستخدمها؟ هل بتلجأ إليها وقت الاحتياج ولا لا؟ ففريق الإعداد أعد لنا هذا الاستطلاع للرأي، رح نتابع معكم هذا الاستطلاع ونعود نواصل حلقتنا. أكيد هذا شيء، أكيد جوجل ماب هذا شيء ما يعني ضروري، توكلنا، أتوقع العالم كله، الناس كلها عندها توكلنا،
الى جانب التطبيقات اللي وزاره الحج والعمره تنزلها وتثقف وتوعي عنها. ما في تطبيق معين، بس ممكن جوجل ماب، يعني الاستفسارات كل شيء فيه. يعني توكلنا ابشر، ممكن جوجل عشان الاماكن ذال، وفي مثلا اشياء كثير. والله انصح بتطبيق ابشر، تطبيق توكلنا، تطبيق جوجل ماب، هذه من التطبيقات المهمه والضروريه داخل مكه. الحاج يحتاج طبعا توكلنا، صحتي، هذه التطبيقات صارت اساسيه، ابشر عشان هويته وزي كذا والاشياء اذا كان يعني مضافه عنده. في اكيد كمان تطبيقات للحجاج هم حيعرفوها لنا في اول ما تسجل كحاج، حيعطوك تطبيقات انت تحملها، واكيد لازم الواحد يلتزم في ذي الاشياء عشان يتسهل معاه المواضيع. ما اقدر اقول تطبيق معين، لكن الواحد يقدر اللي يعني يقدر يبحث عن التطبيقات الخاصه في الحج وكيف اركان الحج وواجباته، يعني في تطبيقات كثيره تعلمك كيف الحج الصحيح يعني، ويعرف من ناحيه يعني يعرف فيها الادعيه المذكوره والمعثوره في بعض المواقع مثل ميناء وغيرها وزي كذا. التطبيقات العامه اللي متناوله الكل، يعني عندنا جوجل ماب تحديد المواقع، عندنا مناسك، عندنا الافتاء، يعني في ما شاء الله وزاره الحج ما بتقصر عند استقبال الحجاج باذن الله. اهلا بكم. طبعا شفنا استاذ محمد مثل يعني اغلب الناس غالبا بتلجأ للتطبيقات، بس جوجل ماب، الاشياء اللي هي العاديه هذه، لكن تطبيق طبي او شيء استخدمه عشان اتابع حالتي المرضيه او حالتي الصحيه غالبا لا. ما فيش برضه، ما نقدرش نلوم على الناس، هو ما حدش بقى بيهتم بموضوع الصحي ده الا بعد جائحه كورونا. اصبح كل واحد الان بيهتم بالموضوع دوت، بيهتم ان يكون ملفه جاهز في ايده لا قدر الله لحاله الطارئ. لكن مع الوقت ان شاء الله هتلاقي معظم الناس بقت سهل عليها استخدامه وبتبحث عن التطبيقات. نعم، انا بشكرك جزيل الشكر الاستاذ محمد عبد الستار، استشاري التقنيه والبرامج الطبيه بالمستشفيات والمراكز الطبيه. شكرا جزيلا لوجودك معنا حضرتك. في حلقه اليوم. شكرا، تشرفت بحضرتك. اذا مشاهدي الكرام، يعني كانت هذه الفقره بشكل عام عن التقنيات والتطبيقات التي يمكن ان تساعدنا في حياتنا. أما الآن فاصل قصير، نعود بعده لنواصل حلقتنا، ولكن في هذا الفاصل سوف نتابع معكم هذا التقرير، ثم نعود نبدأ حوارنا مع ضيفنا في الاستوديو الذي سينضم إلينا بعد هذا التقرير، الدكتور نزار باهبري. انتظرونا. رغم الأعداد الكبيرة الراغبة في أداء فريضة الحج هذا العام، إلا أن المملكة العربية السعودية قصرت عدد الحجاج لهذا العام لمليون حاج فقط، وذلك حرصاً على صحة وسلامة حجاج بيت الله الحرام وضمان عودتهم إلى بلادهم سالمين. المملكة حريصة على إقامة شعائر الحج وباهتمام كبير، وكذلك حريصين على أن تكون الحج ميسر ومسهل، فحرصنا على تسهيل إجراءات وتطويرها والاستعداد المبكر لكل حجاج من حيث الإقامة والإعاشة والنقل والنقل الجوي كذلك، كل الترتيبات تسير على قدم وساق. نعلم أن هناك طلبات كبيرة على الحج، ولكن تبقى سلامة الحجاج وعودتهم سالمين أولوية في كل ما يتعلق بأعمال الحج. كما تعلمون بالنسبة لموسم الحج الحالي الأعداد الحجاج سوف يكون مليون حاج. استخدام التقنية والخدمات الرقمية هو ما تحرص المملكة على تقديمه لضيوف الرحمن بخدمات تنظم عملية تنقلهم وأدائهم للمناسك بسهولة ويسر، وتعد البطاقة الذكية وتطبيق اعتمرنا أحد أبرز وأهم هذه الخدمات. الخدمات الرقمية جزء أساسي من تطوير الخدمة لكل ضيوف الرحمن سواء من معتمرين وحجاج، وأحد الخدمات التي انطلقت خلال فترة الجائحة هو بوابة اعتمرنا، والتي تستهدف إلى تنظيم الدخول إلى العمرة وكذلك إلى الروضة الشريفة، وحقيقة ساهمت بشكل كبير إلى توزيع الأمثل للمعتمرين بحيث نضمن أن المعتمرين يكونوا متوزعين على طوال اليوم. كذلك حرصنا مثلاً كذلك على
استخدام التقنية في الحج وبطاقة الحج الذكية، كذلك سوف تطبق هذا العام، تساهم في سهولة تنقل الحجاج وسرعة وصولهم لمواقعهم وتقليل أن الشخص يضيع أو لا يجد المخيم الذي يتبع له أو السكن الذي يتبع له سواء في منى أو عرفات. وهذه إن شاء الله سوف تطبق بالكامل في حج هذا العام. وأيضا نعمل على منصة نسك، منصة كاملة تثري التجربة الرقمية، وهذه المشاريع القادمة التي نعمل عليها وسوف تساهم إن شاء الله في إثراء التجربة، وبالذات الخدمات الرقمية سوف تساهم إن شاء الله في تحسين الخدمة وارتقاء فيها. أهلا بعودتكم مشاهدي الكرام من جديد. بالرغم مما خلفته كورونا وراءها من أضرار نفسية واقتصادية واجتماعية وصحية، إلا أن جانبا إيجابيا لم نعرفه إلا في ظل هذه الجائحة التي كشفت لنا كيف للتقنية أن تسهل علينا حياتنا وتساهم في المحافظة على صحتنا. وقد وفرت الجهات المعنية بالمملكة الكثير من التقنيات التي تعمل على ذلك، منها ساعة الحاج الذكية التي تقيس المؤشرات الحيوية للحاج وتبين الحالة الصحية له، بالإضافة إلى كافة المعلومات الشخصية والمشكلات الصحية لتسهيل التعرف على احتياجات الحاج بشكل كامل، إضافة إلى السوار الذكي الذي يهدف إلى تقديم خدمات طلب المساعدة الأمنية أو الطبية الطارئة، مما يسهم في سرعة الوصول إلى موقعه ومساعدته، والكثير من الخدمات التي تسهم في تقديم تجربة حج ميسرة للحجاج. يسعدني أن يكون معي في حلقة اليوم الدكتور نزار بهبري، استشاري الأمراض الباطنية والمعدية والبورد الأمريكي والكندي ومدير الجمعية السعودية للأمراض المعدية بجدة. حياك الله دكتور. أهلا وسهلا بك وبجميع المشاهدين، كل عام وأنتم بخير. حضرتك بخير وصحة وسلامة. طبعا هذا اللقاء دكتور بعد عام، كنت معنا العام الماضي في برنامجنا، وحقيقة أنا فوجئت اليوم يا دكتور لما شفتك ما شاء الله تبارك الله، يعني نزل وزنك بشكل كبير جدا، أتوقع حتى مشاهدينا كمان يعني لاحظوا وشافوا هذا التغيير. 55 كيلو. 55 تكميم يا دكتور؟ لا والله مو تكميم، الحقيقة حاولت إني أسوي تكميم لكنه ما رضيوا لي، قالوا إنه رئتك تعبانة وما قدرنا نسويها، فكنت مضطر إني أخذ الطريقة الصعبة أسوي رجيم ورياضة. والله دكتور إذا الطريق الصعب هذه نتيجته ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أحييك صراحة وأحيي الإرادة اللي موجودة عندك إنه توصل لهذه النتيجة. ما شاء الله الله يتم عليك يعني يا رب النتائج الجميلة ويعني ينعم عليك بالصحة والعافية. طيب نعود إلى حلقتنا اليوم وخلينا الآن من موضوع الرياضة والريم. طيب دكتور، يعني الحمد لله رب العالمين، أول أمس صدر قرار وزارة الداخلية برفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا وعدم اشتراط لبس كمامة في الأماكن المغلقة، طبعا باستثناء المسجد الحرام والمسجد النبوي وبعض الأماكن الأخرى. فهذا القرار حقيقة أشعرنا بمشاعر كثيرة جدا، وشعرنا أنه فجأة كل شيء انتهى. ما هي قراءتك لما يحدث الآن؟ أنا ما أظن إنها نقدر نقول أنه انتهى، لكن نقدر نقول إنه الحمد لله فضل الله سبحانه وتعالى، ثم لله. الخطة مشيت كما يمكن أن تكون. يعني مثلا أبغى أقول لك على حاجة، في كثير من الأشخاص تساءل، كان في خبرين تقريبا في نفس اليوم صحيح؟ في عندك خبر يقول إنها زادت الحالات ووصلت إلى 1000، صح. في نفس اليوم رجعوا قالوا إنها أصدرت القرارات. وعلشان بس نبين للناس، أيوه الناس كثير هم يعيشوا الحمد لله حياتهم، لكن لازم يعرفوا إنه في قطاع كامل يحلل ويشوف البيانات ويشوف المصابين، يتأكد من الفيروسات، يشوف هو أي نوع وأي كورونا والتلقيحات شغالة ولا لا، والناس بيدخلوا مستشفيات ولا لا، وإيش هي قدرتنا ولا لا. فبالتالي الناس دائما لازم يكون في فرق بين عدد المصابين والمصابين اللي يحتاجوا عناية مركزة. نعم. والتلقيحات إذا قللت أعداد الأشخاص اللي يحتاجوا العناية مركزة ولا اللي يصير لهم مضاعفات، يصير ساعتها أنت ممكن أنك تذهب إلى حج آمن بسيط بأعداد عادية جدا. طيب جميل. طيب إحنا الآن حج هذا العام هو حج ذكي بمعنى الكلمة. نعم. وما شاء الله تبارك الله وزارة الحج وزارة الصحة قطاعات الدولة كلها طبعا بتوجيه من القيادة الحكيمة للمملكة، يعني ماخذين الجانب التقني هذا بشكل مهم جدا، وإحنا يعني سواء كان حجاج أو غير حجاج الكل لمس هذا الشيء من بداية كورونا. حضرتك على المستوى الشخصي أنا لاحظت من خلال حسابك على تويتر أنه مهتم برضو بالتقنية، وكنت بتتكلم عن أول
مستشفى افتراضي. صحيح. احنا الان داخلين في عالم جديد من التقنية، تحولت الحياة، اصبحت كل حياتنا الطبية تقريبا ممكن تكون التقنية داخلة فيها. صحيح، هو حقيقة التقنية بتدخل في كل شيء، احنا حياتنا تماما صارت مبنية على التقنية. نعم. رضي ولا ما رضي اي واحد فينا احنا عايشين كل شيء على التقنية. فبالتالي ايش يفرق معانا؟ تخيل احنا دحين الان انت كان يبغالك تحتاج الى 3، خلينا نقول على سبيل المثال انت في المشاعر. نعم. عندك مليون حاج، انت كنت تحتاج طبيب مخ واعصاب في كل مكان، لولا سمح الله واحد جاته جلطة تحتاج انك انت تعالجه. انت الان تحتاج واحد طبيب فقط في الرياض او في المشاعر، يوروا له الكاميرا اي طبيب موجود في الطوارئ، يقوم هو يفحص، يقوم الا يقول هذه جلطه، هذه الاشعه، ادوا له هذا الدواء الفلاني الى هذا الدواء الفلاني. يوم ما انا كنت في المستشفى الافتراضي، تخيلي احنا كنا في الرياض ويعالجوا المريض اللي في الباحه. ما شاء الله. فانت الان التقدم حقك هذا دائما حتحتاج العنصر البشري، لكنه التقنيه حتبسط لك اشياء كثيره، بدلا من الانتقال حتقدر تباشرها في مكانها. الخبرات ممكن انها تنقل كل معلوماتها والعلاج الصحيح من اي مكان في المشاعر الى اي مكان في المشاعر. ممتاز. بس هذه التقنيات او هذا المستشفى الافتراضي، هل ممكن تكون فعلا بديل للمستشفيات الفعليه الحقيقيه؟ هي ما تقدر تسويها بديل، لكن انت ما تقدر تجيب كل مختص بكل التخصصات الدقيقة لكل المناطق وتوصل. يعني مثلا على سبيل المثال الحج، كلنا نعرف قديش فيه صعوبات للوصول بسبب الازدحام. لكن انت الآن ما صرت تقول أنا عندي مشكلة إني أنا أقدر أوصل للإنسان اللي بتعبان مثلا في مستشفى ألف علشان ما فيها مختص أمراض معدية. لا، أنا ممكن أنقول له كل الصورة، أوري له كل التحاليل، في لحظتها يقدر يديني الجواب الصحيح. نعم، ممتاز. طيب دكتور، هنطلع فاصل قصير ونعود لمواصلة حواري مع هذا الفاصل. بعودتكم من جديد مشاهدي الكرام، لنعود إلى حوارنا مع ضيفنا الدكتور نزار باهبري. كنا بنتكلم عن مستشفى الصحة الافتراضي، والسؤال إلى أي مدى راح تسهل علينا هذه التقنيات أو هذه البرامج من حياتنا وفي تشخيص الأمراض. أول شيء تكلمنا عن التشخيص، أنا أقدر أديك اللي أحسن منها المتابعة. تخيلي إحنا في المتابعة عندهم كانت الألوف من الأشخاص اللي كانوا لازم يحتاجوا. تخيلي احنا الامراض تنقسم الى قسمين، صح؟ حاد زي الانفلونزا مثلا، تجي لك يومين وبعدين خلاص تصير كويس ومزمنة. وترجع او مزمنه. تخيلي عدد البشر في المملكه اللي كانوا يحتاجوا من السفر من مدنهم الى الرياض او الى جده الى المستشفى التخصصي علشان يجلسوا يومين يستنوا لين يشوفوا الموعد ثاني يوم يشوفوا دكتورهم، بحيث انه الان خلاص الامور سهلت. انت عندك تليفونك، افتح التطبيق، حتشوف الاستشاري حقك، حيسألك كيف امورك، كيف ادويتك، في دقيقة انا اقدر اطلب لك، حتاخذ دواك في المدينة اللي انت موجود فيها. انا وفرت عليك يومين من السفر والعناء وانت جالس في صالة بيتك. هذا تقدم مذهل. يا سلام، فعلا تقدم مذهل. واجمل ما في الموضوع انه احنا بنيسر على الانسان المريض اللي هو صحيح. اصلا يحتاج المساعدة والدعم، بدل ما اخليه يسافر هذه المسافات كلها، لا انا راح اقدم له الرعاية الصحية وهو جالس في بيته مع اكبر اشخاص مختصين في المملكة. هذا اللي يفرق، انك انت ما تقدر توفر الخبرات في كل مكان، واصلا شيء غير طبيعي انك انت توفر في بعض الامراض الدقيقة توفر لها طبيب في كل مكان. لكن المفروض إنه الإنسان اللي عايش في أي مكان في المملكة مهما كانت مدينتك صغيرة أو كبيرة يقدر يتعالج زي اللي عايش في مدينة الرياض. نعم. هذا هو الفن. جميل. طيب إحنا طبعا هذه السنة بفضل الله ارتفع عدد الحجاج إلى 1,000,000 حاج. نعم. إحنا الآن نعتبر يمكن على مستوى العالم هذا أكبر تجمع أو أكبر حشد من البشر في مكان واحد بعد جائحة كورونا. صحيح.
وزارة الحج صراحة وزارة الصحة وكافة قطاعات الدولة سخرت جهودها لاستقبال الحجيج بهذا الرقم الكبير بهذه المليونية اللي بنتكلم عنها. فطبعا حضرتك يعني من المتابعين ومن المتحدثين باسم وزارة الصحة ومن الأطباء المعتمدين من قبل وزارة الصحة يعني للحديث. كيف استعدت المملكة لاستقبال هذا العدد الهائل يا دكتور؟ أنا حقيقة بس نبغى نركز على إنه المملكة تعتبر حقيقة وهذه حقيقة علمية وأصلا موجودة في كل القطاعات العلمية، تعتبر من الرائدة في طب إدارة الحشود. نعم. علشان الخبرة الطويلة، بدل كانت مليون كانت من السابق مليونين ومليون ونص، والهدف في الرؤية إنها نوصل لأكبر من كذا. فأولا عندهم خبرة جدا عالية في إدارة الحشود. ثانيا إحنا نعرف بقدر حقيقة كبير قد إيش تنظيم الحج أصبح مبني على أحدث الأشياء عشان يقلل العدوى. علشان إحنا استغلينا سماحة الإسلام في إننا عرفنا التفويج متى يصير وكيف نقدر نقلل عدد الناس اللي موجودين عشان نقلل عدد الإصابات، علشان نقلل عدد التواجد بشكل كبير. دائما إحنا نقول يفرق عن أي حشد موجود في أي مكان في العالم إنك أنت تاخذ مليون إنسان بيقوموا بنفس العمل، ما هم متفرجين، ما هم متفرقين، ما بيسووا مثلا ألعاب في مدينة ألعاب، جزء بيلعب وجزء ما بيلعب، كلهم بيسووا في نفس اللحظة هذا الشيء. وكثير منهم كبار في السن، كثير منهم عندهم أمراض متعددة، كثير مختلف الثقافات، ما يملكوا نفس اللغة لكن يجمعهم الدين. فبالتالي كون إنك تنظمهم وتقلل عدد الإصابات وتخرج سنة بعد سنة بفضل من الله سبحانه وتعالى بدون انتشار الأمراض الوبائية، هذا شيء جدا كبير. نعم ممتاز. طبعا إحنا بنحب دائما أنه في كل حلقة من حلقات برنامجنا نتناول بعض من الشرائح من الحجاج من اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة، وطبعا من أكثر الناس اللي يحتاجوا رعاية طبية مرضى القلب تحديدا. صحيح. وقد تكون التقنيات اللي حضرتك ذكرتها يمكن تعين هذه الشريحة تحديدا اللي هم مرضى القلب. صحيح. لكن هينضم معنا الآن من القاهرة الدكتور عمرو الحديدي أستاذ القلب والحالات الحرجة بكلية الطب قصر العيني واستشاري القسطرة القلبية والأوعية الدموية. أهلا ومرحبا بك دكتور عمرو. أهلا وسهلا. أهلا دكتور عمرو. بعد انتهاء جائحة كورونا يردد البعض أنها غادرتنا ولكن تركت أثرها على قلوبنا، وقد زادت مشاكل القلب بشكل كبير حتى لم تعد تفرق بين صغير أو كبير، هل هذا الكلام صحيح يا دكتور؟ أولاً أنا عايز أقول حاجة مهمة جداً. إنه تأثير الكورونا على القلب زي ما احنا عارفين إنه في الفترة اللي فاتت اكتشفنا تأثيرات منها ضربات القلب السريعة، مشاكل تحدث نتيجة اللجوجة في الدم ويحصل تجلطات في القلب أو ضعف في عضلة القلب عندما يهاجم الفيروس الكورونا عضلة القلب بالذات أو الارتشاح اللي حوالين عضلة القلب. هي المشكلة مش بس، هي الفكرة كلها إنه مريض القلب أكثر عرضة للمشاكل التي تحدث ومضاعفاتها بعد كورونا. وبالتالي إحنا كان الغرض الأساسي هو تطبيق التطعيمات اللي كانت بتحمي مرضى القلب من مشاكل الكورونا. ده النقطة المهمة. لكن مريض القلب مازال عليه حاجات مهمة لازم يعملها. سواء إن الكورونا نفسها في الوقت الحالي لسه طبعاً إحنا عارفين إن قلت قوي في الفترة اللي احنا فيها دي. وبالتالي الإجراءات الاحترازية اللي احنا عارفينها، لكن مهم قوي الالتزام في تعليمات طبيب القلب بالنسبة لمريض القلب في أي حاجة هيعملها، سواء كان في المجهود أو في أي في اتباع الأدوية المعينة اللي احنا. بالضبط دكتور عمرو، هذه النقطة اللي نبغى نسأل عنها الآن بالنسبة لحجاج بيت الله الحرام وضيوف الرحمن من الفئة المصابة بمشاكل في القلب، يعني لو حضرتك ممكن تعطينا بعض النصائح لهم لتأدية المناسك وهم بصحة وعافية إن شاء الله. أولاً كل سنة وأنتم طيبين بمناسبة إن شاء الله موسم الحج القادم. عايز أقوله أن مريض القلب ليه بس بعض النصائح المهمة اللي لازم يعملها في أثناء مناسك الحج. أول حاجة مهمة جدا هي الالتزام بالدواء. الدواء اللي كتبه الطبيب أولا له مواعيد معينة لازم يأخذها فيها، ولو بالتالي الدواء ده هو اللي هيحميه من أي مشاكل فيه، سواء كان ده مشاكل لها علاقة بتجلطات القلب أو بمشاكل قد تحدث نتيجة اللزوجة اللي تعرف عليك الأوقات الحر،
وده اللي بيعمل مشاكل كبيره جدا في شرايين القلب. نعم. وبالتالي مهم قوي قوي ان المريض يلتزم بالعلاج. نعم. دي واحد. اثنين، مهم قوي ان شرب المياه، لان حضرتك عارفه ان الجو الحر بيؤدي او عدم الالتزام بشرب المياه بدرجه كافيه، ودي مشكله بتواجه الحجاج. ليه المشكله؟ انه دايما الحاج مش عايز يدخل دوره المياه، وهو عايز يفضل على وضوءه، وبالتالي بيقلل المياه، وبالتالي دي مشكله كبيره، لانه هو كده بيعمل مشكله اكبر، اللزوجه في الدم بتزيد مع الحر وترتفع درجه حرارته، وبالتالي بيحصل مشاكل في شرايين القلب. الحاجه المهمه جدا الاكل. الاكل لازم المريض او الحاج البزاد المصاب بامراض القلب ان هو المفروض ما ياكلش وجبات تقيله، يعني الدسمه والسمينه، وكل ده بيزود وبيعمل عبء على القلب وعلى مريض القلب. وبالتالي المطلوب هنا انه الوجبات تبقى متعدده وحجم الوجبه قليله، زي ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، انت ثلث لشربك وثلث لمعدتك لطعامك او للتنفس. وبالتالي الغرض الاساسي هو عدم التحميل على عضله القلب والقلب بالوجبات اللي هي دسمه. جميل. الحاجه الثانيه مهمه كمان، انه المفروض انه لازم يعني ياكل، ما بقاش كتير جدا من الحجاج برضه عشان ما يخشوش دورات المياه، يعني بيحب ان هو ما ياكلش ويبتدي يشرب قليل، وده بيؤدي الى مشاكل كبيره جدا جدا للقلب. نعم نعم دكتور عامر. اللي انا عايز اقوله في مناسك الحج، انه طبعا الحج بالذات اللي هو احنا بنتكلم على مرضى القلب، اول ما بيوصل بيبقى عايز يخلص مناسك العمره، يعني عايز يعمل عمره بسرعه. اول ما يوصل هو المفروض ان هو يعني قدامه وقت ياخد راحه، قسط من الراحه قبل ما يعمل العمره. الحاجه الثانيه ان اللي ما يقدرش او في مشكله في عضله القلب او ضعف في عضله القلب، مش قادر ياخد التنفس نفسه بطريقه منتظمه، عند الرخصة ان هو ممكن يستخدم الوسائل اللي هي العربية المتحركة، بحيث ان هو يقدر يكمل بيها المناسك. يعني فاهم قصدي؟ يعني قصدي عند رخصة اكيد. بس هو الحاج يحب دائما انه يؤدي المناسك على اكمل وجه، ما يقصر يعني، فبيضطر يجي على نفسه، وبالتالي تصير عنده مضاعفات فيتناوم في المستشفى وتضيع عليه يعني بقيه بالضبط. المشاعر وبالتالي بالتالي ما بيقدرش يكمل، بقى بيضطر لا قدر الله يدخل المستشفى يضيع عليه بقيه المناسك. فهو الاعتدال في تنفيذ هذه المناسك على اساس ان هو يقدر يكملها كامله. نعم. الحاجة الثانية مهمة انه يعني الفترة ما بين ما بعد يعني المغرب لغاية الفجر هي دي افضل فترة، عشان ما يبقاش عرضة لحضرتك عارفة الحرارة والمشاكل اللي يستخدم هذا التوقيت لتأدية المناسك. نعم بالضبط. وبعدين ده ممكن يسود ان يحصل لزوجة اكتر في قدر الله شرايين القلب او جلطات في القلب. جميل. الحاجه كمان المهمه جدا انه درجه حرارته ما تعلاش، بمعنى اذا هو اضطر حتى يمسح بالميه على وشه او على راسه، بحيث ان هو يقلل حراره جسمه، لان كل ما زادت الحراره كل ما زاد ان يحصل مشاكل في شرايين القلب. نعم. انا بشكرك جزيل الشكر الدكتور عمرو الحديدي، استاذ القلب والحالات الحرجه بكليه الطب قصر العيني واستشاري القسطره القلبيه والاوعيه الدمويه. شكرا جزيلا لوجودك معنا، كنت معنا من القاهره. شكرا لك. ارجع لك دكتور نزار، وكنا نتكلم عن الاهتمام وعن الجهود المبذوله لرعايه الحجاج في هذا المكان او في هذا التوقيت تحديدا، بعد ما انتهت الحمد لله يعني جائحه كورونا، او نقول انها اوشكت على الانتهاء. انا اقدر اقول اكثر من الانتهاء وغيرها، هو اننا ان شاء الله اكثر قدره على التعامل معها. نعم. اكثر من اننا احنا نقدر نعمل اي شيء ثاني. هو المهم إننا إحنا نخرج بعدم انتشار، نخرج بعدم احتياج كبير لا سمح الله لسرر العناية المركزة، نخرج
حجاج يعودوا إلى أوطانهم إن شاء الله سالمين. أكثر من أننا نعتبر الانتهاء، أنا أظن أن الناس كثير يحب يتكلموا عن الانتهاء، وإحنا ما نبغى نستبق أي أحداث ونقول انتهاء قبل ما نقول يمكن التعامل معها. جميل. طيب دكتور، لا زالت هناك أقاويل وإشاعات، وأنا دائما أحب أسمع من حضرتك لأنه أنت تعطيني الخلاصة، يعني هات الخلاصة. جدري القرود وإنفلونزا الطماطم ومدري، وفي ناس تقول والله إحنا دخلنا دائرة ما رح نخرج منها، انتهت كورونا بس رح ندخل في أوبئة أخرى جديدة، فماذا تقول؟ أيوه، شوفي أنا أبغى أكد على حاجة. أيوه، هو بس يوري قد إيش صار التقنية بتلعب دور. الآن مجرد انتشار في بعض الدول، أنت مجرد ما صار عندك 21 حالة العالم كله سمع بيها. صحيح. إحنا كنا نأخذ يمكن أسابيع ويمكن ما عمرك رحتي راح تسمعي بيها. أنت الآن صار عندك إنفلونزا حقت حصان ولا أي شيء في بلد ما هتسمعي بيها في خلال ساعة. فبالتالي إحنا هل هذا جدر القرود يحتاج انتباهنا؟ عن منظمة الصحة العالمية تقول دائما من يوم ما ينتشر شيء في عدة دول بالذات إنه كان ما هو موجود. نعم. فبالتالي لابد إننا إحنا نقلق منه، لكن دائما إحنا نحب نحط الأمور في نصابها. إحنا عارفين الآن إننا لنا فترة تزايدت الأعداد، لكن أنت لو قارنتي انتشارها مقارنة بانتشار مثلا الكورونا حتلاقي فيه فرق ما بين الانتشار. إحنا دائما نحتاج إلى وقت لشيئين مهمين دائما لأي وباء نقيمه. سرعة الانتشار، كم من المخالطين جاهم؟ واحد أصيب خالط عشرة، كم من العشرة جاهم؟ هذا رقم واحد. ثانيا نبغى نعرف هذا الجين حقه زي القديم ولا شيء متحور وممكن أنه ينتشر. فالآن المفروض الأسبوع القادم أو خلال يومين حيبدأ يكون في اجتماع كبير على مستوى للإعلان عن إيش تقييم الحالات اللي صارت، نوعية القلق، إيش اللي يبغالنا نسويه. بس اللي نحب إننا نقوله إنه لازم الكل يعرف إنه أولاً التطعيم للأشخاص اللي هم فوق 45 سنة في الدول العربية كلها تقريباً أخذوه، هذا رقم واحد. وهو فعال بنسبة أكثر من 80%. حلو. رقم اثنين، لابد أننا نأكد على أنه التطعيم موجود أصلاً، حق الجدري موجود في العالم، وأنه يعطى للمخالطين. يعني تعرف إحنا دائماً كنا نعطي عشان لا يجيك. أيوة. دحين هذا من الأشياء اللي يمديك أنك تعطيها بعد ما خالط. أنت شخص مصاب جلس في خيمة فيها 10 أشخاص، يقوموا يعطوا التطعيم لكل 10 عشان لا تظهر بإذن الله عليهم أي أعراض أو يظهر عليهم مرض. فبالتالي يوجد بعض العلاجات كمان له. فبالتالي في أشياء كثيرة مطمئنة، الحمد لله، من أهمها سرعة الانتشار. الحمد لله. طيب نرجع لكورونا، بما أنه إحنا برضو لسه بنقول لازلنا في حالات بتظهر، هل هيكون في جرعة تنشيطية رابعة خامسة سادسة؟ هل هنستمر في هذا؟ أنا بلاشي يعني ناخد حكاية رابعة وخامسة وسادسة، اللي دحين موجود هي الرابعة. نعم. أنا يعني نصيحتي دائما للناس اللي أنت تطلع الحج، يعني دائما تذكر كبار في السن عندك أمراض، الدنيا ازدحام، تأكد إنه تطعيمك يكون له أقل من 6 شهور رجاء علشان مستوى الأجسام المضادة، هذا مثبت علميا. بلايين من الناس أخذته، ما عاد يبغالك تشكك من نفسك، خلي يا أخي تطعيماتك كلها تكون على أعلى مستوى. ممتاز. طيب منظمة الصحة العالمية من وقت إلى آخر، ما أدري هم بيتبعوا سياسة تخليهم برضو في حالة تأهب وقلق، ما أدري ليش، يعني برضو يقولوا ترى بالإمكان أن يظهر متحور جديد من كورونا وقد يكون أشد فتكا من، يعني حيرتنا منظمة الصحة يا دكتور. أي دائما هو يصعب على أي يعني منظمة عالمية إنها دائما تدي روح الإطمئنان. نعم. لأنه مهما كان لو ظهر حاجة جديدة يكون كأنهم ما تنبؤوا بها، وإحنا نعرف دائما الفيروسات متحورة. يعني إحنا نبهناكم وقلنا لك وعملنا اللي علينا. يعني إحنا قدر الإمكان قلنا إنه ممكن إنه أي شيء يتحور في العالم، الله سبحانه وتعالى جعل التحور لهذه المخلوقات علشان تفضل عايشة في الأرض. تخيلي لو الإنفلونزا ما تتحور كان ما عاد لقينا إنفلونزا. سبحان الله. يعني فهمتي كيف كان؟ لكن التحور والتغير اللي ممكن الله سبحانه وتعالى جعله للمخلوقات تتعلم كيف تقدر تعيش. جميل.
أنا بشكرك جزيل الشكر دكتور نزار، شكرا لوجودك معنا، وأنا عارفة أنه وقتك جدا ضيق في الفترة هذه كمان مع دخول يعني بداية موسم الحج. الله يعينكم، ونسأل الله أن يعين يعني حكومتنا وجميع القطاعات على خدمة ضيوف الرحمن، هذا الشرف العظيم الذي اختص الله به سبحانه وتعالى أرض المملكة، الله يحفظها يا رب ويديم علينا. شكرا لك دكتور نزار. لا ننسى أنه يعني ربي أكرمكم كلكم في القناة وأكرمك بهذا البرنامج اللي أنت بتسعدي كل الملايين من البشر اللي بيشوفك. الله يسعدك دكتور، وطبعا برضو ما أنسى أني أهنيك مرة ثانية على هذا هذا الحب يا نشوى. إيش قلت لك أنا من البداية؟ قلت لك هذا الحب، هذا أكيد الكلام، هذا الحب يعني أهم شيء، هذه هي الوصفة السحرية. اللي يحب نفسه لازم يتريض وينحف. أكيد أكيد، الله يديم عليك يا رب فضله. شكرا لك دكتور نزار، والشكر أيضا لكم مشاهدينا على متابعة حلقة اليوم. ألقاكم إن شاء الله تعالى في حلقة مقبلة، دمتم في صحة وعافية. إلى